يخصص لسن الثنايا والحول ضمن مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. وكما تعلمون دائما هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من سموه الكريم ومن مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، ومتابعة دائما لهذا الانطلاق من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوطنا الأول، شوط الإبكار الثنايا. نتمنى إن شاء الله التوفيق لشعارات أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. ما شاء الله بن صوغان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم هي من تستفتح إذاعتنا. سعيد بن عبيد الحميري النقلة هناك على المركز الثاني. ما شاء الله سلهودة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مع سيف بغلبان الغويص النقلة على المركز الثاني هناك. أيضا نبغي نتعرف على هذه الأسامي الجميلة، شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري اللي هي الطويلة النقلة هناك على المركز الرابع. أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم اللي هي هملولة مع محمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز الخامس هناك شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي هي تواقة هنا مع محمد بن يمعة بن دبيل. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الوصف التفصيل للمراكز الخمس، نعناها عليكم كاملة مكملة ما شاء الله بالوفاء والتمام. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين هنا في هذا النداء الأول للمراكز الخمس التي خصصت من قبل اللجنة العليا المنظمة هنا بهذه الشارة. ندائنا الأول هنا ما زالت اللي مسيطرة بن صوغان على المركز الأول ما شاء الله صامدة على مقدمة الشوط متمسكة بزمام الأمور بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري النقلة هناك على المركز الثاني. هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. وصلت سلهودة أيضا ما شاء الله تنتقل من موقع إلى موقع بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مع سيف بن خلفان الغويص بينما التي ليها الطويلة على رابع المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الخامس هناك اللي في المركز الخامس تواقة بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع محمد بن يمعة بالدبيلة. ما شاء الله أحد الكواكب الجميلة التي دائما لها بصمة في هذا التاريخ وفي هذا العالم الجميل. 2 كيلومترات هنا ينقضن ويبقن 2 على خط النهاية، يبقن 2 على خط الناموس، خط التهاني والفوز. ولكن أين نحن؟ دائما نتجه هناك لوحة الكيلو الأخير، ساعة المعارك هناك عند النهاية. نتمنى إن شاء الله التوفيق. ما شاء الله حتى هذه اللحظة نعود في تقريرنا الثاني، ولا زالت من صوغان ما شاء الله هنا مع أحد الخبراء في هذا العالم في هذا التضمير سعيد بن عبيد الحميري والمملوكة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. سيطرة جميلة، سيطرة ناموسية ما شاء الله فعالة للغاية حتى هذه اللحظة. عرضها جميل، أداؤها مميز هنا على أرضية ميدانها وتحمل هذا الشعار. المهملولة هناك في المركز الثاني، هملولة بثاني المراكز، أيضا تلاحق بن صوغان ملاحقة قوية، عينها على المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. بينما سلهودة ثالثا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مع سيف بن خلفان الغويص. ما شاء الله المركز الثالث هناك الطويلة تأتي على 3 مراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. ولكن تواقه ايضا تاتي بخامس المراكز هنا على لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن يمعه بالدبيله، هو في السيطره هنا مع خامس المراكز. الكيلو الاخير ونداءنا الاول ايها الاخوه، ندائنا الاول والتحذير الاول للمضمرين ما تبقى الا الكيلو الاخير.
ليس بكثير على هذه الأسامي، ليس بكثير على هذه السلالات وهذه النوعية الجميلة، إنما الكيلو الأخير هناك، هناك سوف تحدث أمور، سوف تحدث أمور. أرى التغيير اللي طرى وجرى من الجانب الثاني من هملولة، ولكن بن صوغان بدأت تعود إلى موقعها، بدأت تعود إلى موقعها لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. النقلة هناك على هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. بدأت سلهودة تتدخل في هذه اللحظات إلى ثالث المراكز، بدأت تتلقى التعليمات، بدأت تتلقى الأوامر من مضمرها سيب بقلفان الغويص في المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. المركز الخامس أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. نكتفي أيها الإخوة، خلوني عند بن صوغان. بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء الجميل الراقي المميز من الكوكب الثلاثي بن صوغان مع هملولة مع سلهودة هنا في نفس الموقع، في نفس الموقع نفس الأداء. ولكن من الأقرب للناموس؟ من الأقرب للناموس يا هملولة؟ من الأقرب يا بن صوغان في هذه اللحظات الجميلة؟ بدأ خط النهاية يقترب، يقف مرحبا بهذه الشعارات الجميلة والمميزة. شوطنا الأول، شوطنا الأول ذهب إلى وين؟ بقول هالقوانيج. أسعد الله صباحكم كافة، تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم، تهانينا سعيد بن عبيد الحميد المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم المركز الثالث، لسمو الشيخ أحمد بن سعيد مكتوم المركز الرابع والخامس، كلهن تعود مركزنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. 6 دقائق 23 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني دائما موصول سعيد بن عبيد الحميري.